بص، هو الوداد طبعا اللي احنا عارفين ان هو السنه اللي فاتت كان وصل النهائي فاينل مع الفاينل مع الترجي. الترجي وحصلت ظروف وكده. ايوه في دوري المجموعات ادى اداء بشكل كويس، والفرقه ما اتغيرتش كتير قوي. يعني حتى انا فاكر لما كنا ماسك انا مع مستر مارتن يول لعبناهم مباراتين، اتعادلنا هنا في القاهره رغم ان كان لينا هدف 100% والحكم لغاه، وكسبناهم هناك بجون لرامي ربيعه 1-0. في حوالي 5 أو 6 لعيبه بيلعبوا موجودين برضه، يعني موجودين في شكل التيم بتاع الوداد اللي هو من 3 4 سنين. تمام. فعندهم نقط قوه، اولا بالذات في الخط اللي خلف راس الحربه اللي هو بديع اوك اللي هو الجناح اليمين. ايوه ده قصير شويه بس مهاري جدا وسريع، بيعمل معظم الفاولات والكورنرز بيعمل كرات عرضيه كتير بشكل كويس، هو الجناح اليمين. في وليد الكارتي طبعا، الكارتي بقى من القدام، من المعروفين اللي احنا لعبنا ضدهم اكتر من مره. ايوه بيلعب تحت المهاجم، وده من اللعيبه اللي بتعرف تجيب جون. بيكمل كويس تحت راس الحربه، سريع ومهاري، بيعرف يتابع كويس في الكرات العرضيه، وليه اكتر من هدف في اثناء البطوله ديت والبطولات اللي فاتت. بيلعب بدماغه كويس، ده طبعا خطر. الجناح الشمال اللي هو اسماعيل الحداد لعب برضه قدامنا كتير جدا، واحمد فتحي لعب قدامه كتير، وهاني لعب قدامه. يعني المجموعه بتاعتنا لعبت مع الوداد اكتر من مباراه في السنين اللي فاتت، ففيهم حافظين بعض، فيهم 6 7 هنا وهنا، او 5 6 هنا وهنا لعبوا ضد بعض. فدولت هم اخطر ناس. معاهم برضو ساعات بيلعب زهير المترجي، ده جايب جون امبارح برضو بيلعب ناحيه الشمال. هم دول المواطن الخطر. كاسونجو برضو، كازادي كازوندو كاسونجو الفيرويد راس الحربه بتاعهم، وفي مجبي برضو ده برضو ساعات جاب جون امبارح، جاب جون. دول الخط الامامي اللي فيه خطوره. اسماعيل حداد ميزته انه سريع جدا، ويمكن يمكن الجمهور المصري والجمهور الاهلي عارفه لانه لعب قدامنا كذا مره. ايوه هو اشول شويت كمان. ايوه اشول، بيعمل كرات عرضيه كويس قوي، الفاولات بيعملها خطيره جدا، شويت جدا. بيشوط من اي مسافه. يعني في لعيب التسديد عنده صعب، يعني ما بيفكرش بالتسديد. هو قراراته كلها حوالين ال 18 فيها رايح تسديد، رايح انه يشوط على الجول. من حتى من 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 مواقف ممكن ما تبقاش متوقعه، او مش بالنسبه لمهاجم اخر ما يفكرش فيها. فهو التسديد عنده اساسي، فطبعا لازم لعيبه النادي الاهلي تبقى فاهمه. دول نقاط القوه وابرز اللعيبه. اكتر الناس الضعف ايه يا كابتن اسامه؟ اكتر الناس اللي مع دي حاجات فرديه، لكن في حاجات بقى جماعيه اللي هي الضربات الثابته. هم عندهم بس كويس انه في النهيري ده عامل معاهم مشكله ومش هيكمل. ده تملي كان بيطلع من المدافعين اللعيبه اللي بتكمل مع جايب جونين في النجم الساحلي في البطوله دي نفسها. براسه طويل، وكان كور العرضيه كلها الفاولات والكورنرز والحاجات دي خطر جدا فيها. بس هو في مشاكل معاه، ويمكن مش هيجدد معاهم، وبيتمرن دلوقتي بره النادي، يعني مش موجود. تمام. لكن هم بصفه عامه شمال افريقيا بيعملوا الضربات الثابته كويس، والتكمله فيها بتبقى بعنف وقويه. بالذات لما بيكون كمان في حضور جماهيري، بتبقى الجمهور بيديهم دفعه غير طبيعيه. بس انا اعتقد ان شاء الله ما فيش جماهير، لكن دي الضربات الثابته بالذات بتبقى مؤثره شويه. تمام. في عندهم طبعا الجون بتاعهم من الحراس الجيدين اللي هو تجناوتي، ده ممتاز، حارس ممتاز. في عندهم عبد اللطيف نصير، ده لعب ضدنا كتير جدا، اللي هو الباك اليمين. بيكمل شويه ناحيه اليمين وكده، لكن الخطوره اكتر في الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم. عندهم مشاكل في المساكين في قلب الدفاع شويه. ساعات بيلعب محمد رحيم دوت، ساعات بيلعب كان هفتكر لك كان حد افريقي بس هو ما لعبش الماتش الاخير. يعني عندهم شويه مشاكل في قلب الدفاع. أيوة. لكن هم في التكمله قلت لك في الضربات الثابته. طيب المعطيات دي